بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام أكد في حديث عجيب أن نارنا هذه في الدنيا هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. هذا حديث عجيب. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام عن نارنا أو عن نار جهنم: فهي سوداء مظلمة، أي أن الناس أو الكفار الذين سيعذبون في نار جهنم سوف تكون مظلمة، لن يروا تلك النار. كيف يكون ذلك؟ نار غير مرئية. الحقيقة أيها الأحبة، العمل الذي قمنا به أننا درسنا النار الموجودة في الدنيا. هذه النار التي نتعامل معها تقريبا هي اللون الأحمر، هي بحدود 1100 درجة مئوية. هذه النار التي يستخدمها البشر قديما وحديثا. فإذا ضربنا هذا العدد ب70، لأن نارنا هي جزء من 70 جزء من نار الآخرة، ضربنا 1100 ب70 نتج لدينا 77000 درجة. فإذا اعتبرنا هذا الرقم موجود في نار جهنم، درجة الحرارة 77000 يقول العلماء هي حرارة غير مرئية. يعني أنت إذا أوقدت على النار حتى وصلت إلى درجة فوق 10000 لم تعد ترى هذه النار، سوف تصبح مظلمة بالنسبة لك. سبحان الله، بالله عليكم، كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه النار سوف تكون مظلمة، وكيف حدد درجة الحرارة بدقة؟ إن هذا الحديث والله لا يشهد على أنه رسول الله، والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.